من ساعة ما خدت الفلوس من زيزو ولا خطوة قدام ولا خطوة ولا ايه النظام؟ طب وانا هعمل ايه في ابوك يا ابن الهبل ده؟ كل ما نقعد مع بعض نضرب لنا نفسين واقول له نقرا فتحة سميرة يقعد يغدي لي يا بتزوق ايه يا بابا لغاية ما جددني. اقسم بالله انا شك ان انت مديت لك على الفلوس ورحت اتكيفت بيها، بس لو عملت كده هقطع لك ايدك وهقول لزيزو. قاعدة بابوكي اللي انا بترجاه الدنيا، انا مكبر الفلوس دي في حتة مش قادر افتكر هي فين. بلكتك يا شيخ دردوش. وبين يا شيخ دردوش اللي انت ماشي معاه ده كمان. شيخ دردوش شكلك ليه؟ ده انا رحت عشان اعمل لك عمل. تعمل لي عمل؟ وحياة ابوك يا بنت سميرة؟ عمل حلو؟ ايوه، عشان ما تحب الغيل وتبقى زي الجزمه في صباعي الصغير. بدأ بتضحرك تحت رجليكي. اتريدي بفكر اكبر الفلوس كلها معاكي بس افتكر هي فين؟ طب اديها لي وانا اشيلها لك. مش لما افتكر الاول؟ تخيل بقى وانا عند الشيخ شفت مين هناك. شفت مين هناك يعني؟ شفتي سناء هي وطعطة. بتعمل لي عمل هي كبات؟ على عقلي يا مقصد يا معفن انت. لا يا اخويا بتعمل عمل المعلم زيزو. زيزو؟ انا مسكت الواد العطر وقعدت الله لا الله لا الله فيه لحد ما قال لي ان هي رايحه تعمل له عمل عشان يمشي ولا زي الدلدوش. اتاري المعلم زيزو سافر الصعيد. فين يا معلمش انت غيرتني ده؟ مالك ياد واقف لي كده ليه؟ يخرب بيتك. تلاقيش يا ابو سعيد اهو اديني قاعد. بقول لك يا ابو سعيد سؤال محرج يعني لا مؤاخذه، انت متجوزه؟ لا يا روح امك مش متجوزه. ايه ده؟ يعني انت بنت ابنه؟ هو في حاجه بتفضل على حالها يا اخويا؟ وبعدين اسم ام سعيد يا نبيها بقى بنت بنوت ازاي؟ ما تفهم عادي يا ام سعيد، ما الفراخ ياما بتبيض من غير ما يبقى في ديك يبيض الفراخ عادي. بقول لك ايه؟ شكلك كده شايف لي عريس. لا لا منظر يا ام سعيد، انا ما ينفعش اتجوزك، انا بس متجوز وحابب ان انا امشي معاكي في شارع ابو عزيز. امشي معايا فين؟ بقول لك ايه؟ انت منين؟ انا من عزبة النخل من مهاجرين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت مش من مصر وانا بتعامل معاكي كل الوقت دوت على اساس ان انت مصريه؟ لا. يعني انت من المهاجرين؟ ايوه. طب ايه؟ اوعى ايدك اوعى. مش هتديني ان روح؟ والنبي مش خساره فيك. خد يا واد خد خد استنى خد، هات علبتين كليوباترا ليا ولا هات لي انا سوبر وهات لك انت علبه كليوباترا. يلا مش خساره فيك، ضحكتني والله. ماشي يا ابو سعيد. بقول لك ايه صحيح، انا عايز اسالك بقى سؤال بقى. انا عايز اسالك، انت جيتي بقى ونطيتي على المنطقه ديت وخدتي وقشيتي في السوق، اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي واللي ليكي واقف لقيتي قاعده، انت ايه حكايتك بقى معانا كده؟ انا يا حبيبي عملت ده كله بالشقه وطفح الكوته، ما خليت حاجه ما عملتها فيكي يا مصر. بعت انابيب، اشتغلت في البيوت، حملت وتحملت من الخردة بالشقة يا حبيبي، بس الحاجة الوحيدة اللي ما سلكتش معايا ان افتح كشك، اخد كشك من المحافظة. بس اعمل ايه؟ ماليش ضهر، واللي مالوش ضهر يضرب على بطنه. صح ابو سعيد. معلش انا اسألك سؤال بقى، ابو سعيد الله يرحمه عايش ولا ميت؟ امشي يا واد امشي يا واد، غور من هنا امشي. انت هتستهر معايا ولا ايه يا ابن العبيط؟ مش هتديني فلوس؟ امشي يا واد يلا، هات السجاير وتعالى يخرب بيتك. عكنين تاني. مالك ياد واقف كده ليه انت كمان؟ بقول لك ايه يا ام سعيد؟ ايه؟ يعني سؤال كده لا مؤاخذه يعني. اوه انت متجوزه؟ يخرب بيتك، قوم ياد امشي من هنا، قوم كتكم شاطه امشي. طب هات الجنيه اجيب سكلانك. امشي كك وجع بطنك. هو صلي على النبي. اتجننوا دول عليا ولا ايه؟ يخرب بيوتكم. عايزين نوضب الرفوف دي عشان نرص على نظافة. وانا مالي يا جدع انا بتكسر؟ يعني انت مالك يعني؟ ما كلكم لازم تشتغل. ايه الشغلانه دي؟ السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام يا زيزو يا عالمي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجه كده اسمعوا بقى، قول احنا عايزين نحط خطه شغل ما تخرش المايه اليومين الجايين. تمام. البضاعه طالما ما نزلت تبقى خلاص هي هتكون رسبونها. يا عم النبي ما تفتف اللي ملكش في الارض عليك، ما تفتيش. انا غلطان. امال فين شبرو بطل؟ كان هنا شبرو. شبرو كان هنا دلوقتي. شبرو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت قاعد في الشغل؟ بحرس البضاعة. تحرس البضاعة؟ يا جدع عيب عيب. اسمع يا اياد، عايزك بعد ما تفرش المعرض وتظبطه انت وشعلان وشبر وبكر
تمام. عايزك تروح تفرش شويه بضاعه في معرض ميخائيل هناك عشان نسحب منها في قلب السوق. تمام. والباقي تخزنه قدام الورشه. تخزنه فين؟ قدام الورشه. تمام. بس البضاعه دي كتير، انت معاك فلوس تغطيها؟ يا عمي انا واخدها بسعر حنين وبعدين حتى ندورها ايه ده؟ ايه ده؟ انت مالك انت يا عم؟ قلت لك ما تفتيش يا عم، ما تفتيش يا عم شعلان. طب ما طالما واخدينها بسعر حنين ما نحرق يا عبد العزيز. لا 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 معلش والنبي لا. خلي الناس تاكل عيش يا عم. اسمع يا معلم زيزو، الراجل ده قوقازي يا ده، انا عارفه كويس. الراجل ده بيتكلم في شقاي الراحه، هيودينا في 60 ده. بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ بص يا عيال، عايزك تفكر في حاجات جديده كده مبتكره. يعني مثلا الزبون رقم 100 ياخد حته بضاعه كده هديه، الزبون اللي فاتورته تعدي 10,000 يديله غساله هديه، ثلاجه هديه كده يعني. تمام حلو ده. بقول لك يا معلم زيزو تاهت ولقيناها والصبح خير عندي. هنعمل اقتراح هنا عبقري جدا، مع كل غساله هديه مروحه مجانا وكده نحدد الناس. انت كنت فين؟ التلاجه. ارجع التلاجه تاني. قست الكل. لا زي الفل، اللهم صل على النبي، البضاعه وصلت وتمام. انا ان شاء الله بقى اشوف كده الحساب وبكره هنكيش. طب كام ده يا كابتن؟ مش للبيع، ما بتبيعش، بتصدق. مش هيبدأ قاعد عليها؟ هي في غيرها في البحر؟ هتبيعها ونقعد على الارض؟ ربنا يسوقك يا عبد العزيز، على الله تكون المصلحه قضيت يا رب. على الله تكون المصلحه قضيت يا رب. على الله تكون المصلحه قضيت يا رب. مصلحه ايه؟ مصلحه ايه؟ مصلحه ايه؟ بتسالني تقول لي مصلحه ايه؟ يا ابني انتوا عندكم دم، انتوا بتحسوا، انتوا بتشوفوا قدامكم. انتوا الراجل راح يجيب فلوس عشان يجيب بضاعه عشان يملى المحل ونبيع ونشتغل، وانت تقول لي مصلحه ايه؟ انتوا عاملين زي الجراد اللي بياكل فئات محلوله ولا حاسين باي حاجه. حرام عليكم بقى، انتوا نموذج حقيقي للصراصير اللي خرجت من البلاعه في وش المجتمع. ايه ده؟ ايه ده؟ اهدى علينا، الكلام ده مباشر ولا نقل حي لينا احنا الاثنين؟ الكلام ده ما تقولوش لينا، تروح تقوله في الجزيره مباشر. هنا هنا اعورك في وشك ولا يفرق معايا اي حد. بعدين احنا ايه مهم؟ مين المهمشين يا مين المهمشين؟ انت يرضيك البطوه اللي في ايد بكر بيرفعها عليا؟ طاير ديني طالما انت بتقلق. طب بس عبد العزيز جه وصل بس اهدى. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ سبعة ولا ربع؟ لا مية مية سبعة. اه انا جبت الفلوس وخزنتها كمان. طب ما جبتهاش معاك ليه عشان نشتغل على طول؟ لا نشتغل على طول ايه؟ ما انت فاهم السوق محرق علينا على الاخر، احنا هنتقل شويه وبعدين نشوف كام تاجر كده يدينا من الباطن، وانت فاهم بقى الكاش ليه زهوته. طب ما نمشي زي ما بنمشي على طول، نرفع حاجه ونبقى الباقي. يا عم ما ينفعش، بقول لك السوق قافل علينا. ليه ما ينفعش يا معلم زيزو؟ ليه؟ عشان الكاش هو اللي هينقذنا من الموضوع ده. احنا محتاجين ايه؟ انا بقول لك ليه؟ ما انا بفهم معاك. انا بقول انت فاهم حاجه؟ مفيش تاجر هيدينا بضاعه الا ما تكون فلوسها على كرتونتها. وبعدين انا متفائل، واحنا محتاجين ايه؟ محتاجين خميرة عشان نخش بقى في مشروعنا الكبير. يا ام سعيد تعمل ايه يا ولادي؟ ما اتصلك يا دلعادي. الو سي عبد العزيز. ما انت خلاص من ساعه ما الثلاث عربيات النقل اللي محملين بضاعه نزلوا لك وانت اتنفخت علينا ونفشت ريشك. يا ساتر يا رب. يا ولية انت قاعدة نقرأ كل حاجة في الشارع يا اخويا. مدام ربنا فتحها عليك يبقى نفع واستنفع. فك بقى الحظر اللي انت فاتحه عليا ده. تعالى يا دكت. يعني ايه؟ هاتي من الاخر. مش فاهمة يعني عايزة ايه؟ عايزك يا حبيبي تنزل لي بضاعة وتسمع كلامي ويبقى في كده بيزنس بيننا وبين بعض. اه بص يا مصعب، انا ممكن اقف جنبك واديلك البضاعة اللي انت عايزاها، بس توعديني مفيش بيع بالفايز. انا بقول لك اهو هديك كمان سعر. اسمعي أيه. بس ايه؟ اشتري مني هديك سعر مش موجود في السوق. يا ربي فكري. هو اكل وبحلاقه يا سي زيزو؟ ما تيجي معايا انت في العدل يا حبيبي وتسمع كلامي. والنبي ده احنا هنعمل شغل حلو قوي مع بعض يا اخويا. بس انت ايه لغيني كده وشوف انا هعمل معاك ايه. اسمعي بقى، انا قلت لك اللي عندي وفكري. افكر هبقى اتصل لك يا سي زيزو في التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حلو. ليه دي ممثلة دي ولا ايه؟ يا عم زكريا. ها يا حبيبي. اخبارك ايه؟ مية مية الحمد لله. عامل ايه يا عم زكريا؟ الحمد لله. هتصل بيك؟ لا خالص. حد زي مين يعني؟ يعني تليفونك مرني جدا مست بتاع. لا 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 معايا التليفون يا عم. ماشي انا اروح اشق على الواد اقعد معاه ساعتين زمن واجي. طيب ربنا يخليه لك وما تتحرفش منه. ما تامرنيش بحاجه؟ الامر لله ما امرش عليك ظالم. هو تليفونك فين؟ ما هو يا عم شايله معايا اهو. معاه مش يمكن تكون مش شايفه؟ لا شايفه. فايبريشن ولا عامله عادي؟ لا رنه. رنه؟ اه. طب والنبي حطه قدامك هنا مفيش حاجه. على اساس ايه؟ عشان لو رن تشوفه. يعني لو رن مش هسمعه؟ معلش حطه بس كده عشان ممكن يجي لنا تليفون شغل بتاع. حاضر. محدش اتصل؟ لا محدش اتصل. طيب لو حد اتصل اقول له حاجه؟ لا ما بص ايوه اهو مية مية. ماشي متقلقش. بس حاجه؟ شكرا. الو الو ايوه بقول لك. ايوه هتصل؟ لا ده انا بجرب بس بشوف رد. طيب ماشي سلام. ماشي حد مين اللي عايز يتصل؟